أهلا بكم. ما زال الخميس متواصلا برونقه المتفرد وطعمه الجميل. خلينا نقول إنه الأسنان عناية ورعاية، وإلا العاقبة ستكون وخيمة يا جماعة. السنان ما بتسامحش، وعلى فكرة برضو من الحاجات المعروفة قوي عن السنان إنها سريعة التآكل، سريعة الانتقام، سريعة أخذ الحق، سريعة العقاب. أول ما تهملها مفيش أيام وأسابيع، ما بتوصلش حتى لشهور إلا ما تلاقي السن دي بدأت تتعامل معاك بطريقة رهيبة جدا. تعالوا نشوف مع بعض كده القصة بتبدأ إزاي. القصة بتبدأ بإن حضرتك تهمل وما تبقاش فاهم إن السن السوسة على فكرة قوية وعنيفة. الإنسان وهو صغير عنده أجسام مضادة ومناعة قوية، ولما بيكبر المناعة دي بتحميه وبتحميه من كل حاجة. المناعة كده عاملة زي الملائكة بتحميه بقى من الجراثيم والميكروبات وأوائل آخره، قاعدة جيوش قاعدة على كل حتة في جسمه. والمناعة موجودة برضو في البق بتحمي، وأول ما بيجي ميكروبات عايزة تدخل الجسم على طول بتبدأ معركة تحصل ما بين المناعة وبين هذه الميكروبات، زي ماتش الكورة بالظبط. الملعب بيكون البق، وبتنتصر ساعات طبعا المناعة، وأحيانا تنتصر الميكروبات لو أنت أهملت. لو انتصرت الميكروبات يا معلم اعرف انه هي المسألة مسألة ايام. الميكروبات تنتصر امتى؟ لو انت ما غسلتش سنانك، ما نظفتش بالمعجون، ما استخدمتش الخيط، ما استخدمتش الجت بتاع المية اللي هو لازم نستخدمه دلوقتي، تبدأ الميكروبات تبدأ تعمل مساكن شعبية، وتبقى اسنانك مساكن شعبية على وزن قلبي مساكن شعبية. الاغنية الجميلة بتاعت الرائع محمد منير. الميكروبات خلاص في مساكنها الشعبيه تبدا تعمل بقى حفر وتعمل زي يعني، وطبعا معارك بقى طبعا. فين المناعه تقف قدام هذه الجيوش الطاحنه؟ لازم مساعدين. المساعدين بقى طبعا لازم اسنان تتظبط والى اخره. الميكروب لما بيبدا يتكون سرعان ما بينتشر ويبدا يصل الى العصب ويبدا ياكل العصب ويبدا يعمل لك الم، والله رحت لدكتور السنان وتدخل في الوقت المناسب هيبدا يتعامل مع الامر. سبته هتبدا السنان كلها تبدا تلتهب، ويبدا الامر يصل الى مرحله بقى ان السنه تبوظ. طبعا انت لو لحقت خلاص كده امان، كل حاجه سلام سليمه، لكن لو ما لحقتش هتبدا بقى اجزاء من السنه تروح بالتدريج وتبدا السنه وكأن لم يكن وتحتاج الى زراعه. طيب انت لو اهملت ده كمان وما عملتش زراعه لسنه مفقوده ايه اللي هيحصل؟ ده اللي هنفهمه النهارده. الحوار مثير للغاية، وأكيد أكثر إثارة عندما يكون الحوار مع واحد من أصحاب الكاريزما الخاصة جدا والحضور الطاغي جدا في عالم الأسنان. الحقيقة أنا في رأيي أنه هو غير أنه هو طور أجزاء مهمة جدا في عالم طب الأسنان هنتكلم عنها النهاردة، وأيضا من مطوري الحوار الإعلامي في هذا المجال. حواري هيكون مع ضيف العزيز الأستاذ الدكتور نور الدين مصطفى. أعظم اختراع في طب الأسنان هو جهاز السيرك والأشعة الثلاثية الأبعاد. كل العشرينات عندهم سبع لسبع وستين ناس ما تعرفش ان ليها علاج، مش عارفين عندهم مشكله. الخطه العلاجيه في الزراعه او في التجميل سبب النجاح الرئيسي. احنا دورنا ان احنا نحسن الحاله الحياتيه للناس. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كليه طب الفم والاسنان جامعه القاهره، تخصص في مجال تجميل الاسنان، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك، أحد مطوري حشوات الأسنان التجميلية. أهلا بيك يا دكتور. وحشني والله. وحشنا جدا. وحشنا جدا جدا. الله يحييك. وحشنا جدا. الدكتور منور يعني. الناس الحلوة واخداك مننا. إزاي؟ مش عارف. ما أنت الناس الحلوة. لا 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 ده برنامج منافس. الناس الحلوة. أنا في الدكتور دكتور لكن وفي الناس الحلوة ناس حلوة. بس يا أخي سبحان الله برضو الدكتور ما أعرفش بحس إنه الأقرب إلى قلبي، ما أعرفش ليه. لا يعني هنا أكاديمي. أكاديميك. حاجة أكاديمية. أنت نورتني. وحشتني جدا والله. طبعا الدكتور نور كمان عضو جمعية دولية لزراعة الأسنان بجامعة نيويورك، دي حتة مهمة جدا. لكن خلينا أقول بما إنك أنت عضو جمعية الدولية لزراعات الأسنان بجامعة نيويورك، ودي جامعة رائعة وهي دي من أول الجامعات في التجميل تحديدا، وهي دي أول ناس اهتموا بالتجميل في العالم، وكان معظم الناس في مصر بيشتغلوا تجميل واخدين دراساتهم أو واخدين من جامعة نيويورك. واي تي اهتم قوي بالزراعة. تمام. قوي.
واي تي طور عالم يعني، يعني اهتميت انت بالزراعه في وقت من الاوقات يعني برضو قعدت تقول لي انا مش هتكلم الا عن الزراعه مثلا لمده 6 شهور، وقعدنا يمكن مثلا 3 4 شهور متتاليين نتكلم عن الزراعه. تمام. ليه واي تي اهتم بالزراعه طورها بهذه الدرجه؟ وازاي وصلتوا الى ان انتوا تبقى في مركز متقدم؟ وفي نفس الوقت كمان عايز اقول ليه اهتميت قوي بالزراعه في وقت من الاوقات؟ تمام. الاول لازم نبقى عارفين ان احنا اطباء، فالطبيب دوره الاساسي العلاج وان يوصل الحاله لاحسن وضع ممكن. تمام. طيب التجميل، احنا الحمد لله من اول الناس اللي اشتغلت التجميل في الشرق الاوسط، ومن اكتر الناس اللي بتعمل فيه نتائج هائله. بالعكس الناس بدات، بدل ما كنا من 10 سنين مصر او الناس اللي في مصر بتطلع يقول لك انا عايز اطلع اعمل بره واروح امريكا واروح اعمل سناني عشان ابقى مطمن، العكس صحيح. احنا النهارده الناس في امريكا اللي هي معقل تجميل الاسنان هم اللي بداوا يجوا عندنا وكتير، لان الحمد لله احنا بنستخدم اعلى تكنولوجي وبنعمل بروتوكول تجميل الاسنان زي الكتاب. طول ما انت بتشتغل زي الكتاب هتلاقي كل النتائج بتاعتك مظبوطه، السمعه بتاعتك بتبني سنه ورا الثانيه، فخلاص فانت بتبقى وصلت لمرحله معينه من الاحترافيه وان الناس خلاص بتثق فيك. طيب انا بقى دوري كدكتور، دكتور طبيب، مش ان انا اركز بس في التجميل، لان التجميل على قد ما هو مهم جدا 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 في حياتنا، بس في حاجات مهمه تانية كمان، في ان انا اقدر اخليك تكون بتاكل وبتشرب، اخليك تعوض الجزء اللي انت فقدته، لان كان في فتره طويله، ودي مشكله في مصر، في اجيال كتير قوي اتربت على ثقافه خلع الاسنان، فبقى عندنا اجيال وناس كتير قوي ما عندهاش اسنان. طيب ده هنسيبه؟ هنسيبه واحد كبير مثلا عنده 50 60 سنه خلاص هو مصيره نبقى بيركب طاق؟ خلاص هو محروم من لذه الاكل، محروم من القدره على الاكل بشكل سليم؟ اكيد لا. ادوري كطبيب ما يخلينيش اسمح بان مصر تبقى ده الوضع اللي فيه. لا، احنا دورنا ان احنا نحسن الحاله الحياتيه للناس. فهنا كانت الزراعه دورها مهم جدا جدا جدا، لان احنا قلنا ناس كتير قوي خلع، وناس كتير لسه ما تعرفش ان اللي هيخلع وما يزرعش هيحصل له مشكله. خاصه ودي رساله بوجهها للفيميلز او للسيدات، ستات في مصر بتستسهل الخلع وما يعرفوش ان الخلع هو السبب الاساسي في التقدم في السن شكلا. يعني حضرتك يبقى عندك 30 سنه 35 سنه 40 سنه وشكلك عندك 60 او 70 سنه. ليه؟ لان حضرتك لما بتخلعي اسنانك النتيجه الطبيعيه ايه؟ النتيجه الطبيعيه هو ضمور في العظم اللي حوالين الاسنان. النتيجه الطبيعيه ترهل في جلد الوش او جلد الوجه نتيجة ان هو ما بقاش مشدود، الجزء اللي كان شده انتهى اتاكل. فتبدا الست يبقى عندها 35 سنة 40 سنة وتبقى قاعد معاها تحسها عندها 60 سنة، والعكس صحيح. انا كان عندي كيسز شفتها عندهم 70 سنة فعلا، انا ما عرفتش غير لما يعني لما هي قالت ان شكلها 40 سنة. الفرق بين الاتنين حاجة واحدة، السنان، وجود السنان بس. دايما السنان بتفرق في السنين، وجود سنان يقلل عمرك، عدم وجود سنان يزود عمرك، يبقى السنان بتفرق في السنين على طول. عشان كده احنا مهتمين جدا 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 بالزراعه، لانها بتفرق في شكلنا، بتفرق في اكلنا، تفرق في صحتنا العامه عامه. طيب الاسنان بكل فروعها بيميزها نقدر نقول الظهير الرائع للتكنولوجيا. تمام. يعني في الزراعه انا متصور ان الزراعه كل اسبوع لو عملنا لها حلقه هنلاقي كل اسبوع فيه جديد. اكيد اكيد. والجديد يكمن في حاجات كتيره قوي. اولا مواد الزراعه اللي بتستخدم، بالظبط، التقنيه بتاعه طريقه الزراعه نفسها، بالظبط، التكنولوجيا هنا هي اللي بتخدم. طيب. التجميل نفس الكلام، انت عندك الفينير واللومينير والحاجات دي كلها، وراها برضو ظهير جامد جدا في شركات بتنافس بعض بالمليارات، ورانا تركيبات، عندك الزركونيوم وعندك البورسلين وعندك انواع البورسلين والى اخره، والايماكس، شركات بالمليارات واجهزه بالمليارات. تمام. فده يدي انطباع انه هذا الفيلد خصوصا الزراعه بقى انه بيتقدم تقدم مذهل طبعا جدا.
ايه احدث حاجه؟ هو ده السؤال اللي لازم اساله. بالظبط بالظبط. طبعا احنا دورنا ان احنا دايما ندور ونتاكد، ده مهم قوي، لان في نوعين من الـ من الـ من المعلومات. في معلومه بنقول عليها بروباجندا، يعني الشركه بتطلع تقول انا اعظم شركه في العالم في كذا، تمام؟ ففي دكاتره بتصدق وبتبدا تاخد المنتج وتشتغل عليه. وفي نوع تاني من الدكاتره الباحثين، او اللي بيدور على الحقيقه. اللي بيدور على الحقيقه ده اللي يهمه مش انه يهمه ان هو يشتغل او يقول ان انا عندي احدث حاجه، لا، اللي يهمه ان يوصل للحقيقه فيوصل الكيس او الحاله للحقيقه معاه. تمام. طيب احنا في خضم الشركات الكتير اللي موجوده في عالم الزراعه، كان في 4-5 شركات بيقال عليهم ان هم رقم واحد في العالم. فاحكي لك بقى قصه بسيطه كده صغيره قوي. جت حكومه السويد، والسويد بالمناسبه غير معظم الدول، السويد ما فيهاش عيادات خاصه، الـ يعني مش بتعتمد في العلاج على العيادات الخاصه، الاكثر بتعتمد على الحكومه. فالحكومه هي اللي بتعالج الناس تقريبا. فبالتالي الحكومه عندها القدره على عمل سيرفي او دراسات اكيده، لان هي اللي عندها العلاج، هي اللي بتقدم العلاج للمواطن، والمواطن بيتلقى العلاج منها، فعندها داتابيز. السويد على فكره اعلى تقريبا دخل في العالم تقريبا، يعني من اكتر الدول اللي بتقدم رعايه صحيه للحالات. تمام. بالمناسبه بقى ان السويد عندها واحده من اكبر شركات الزراعه في العالم، واللي احنا عشنا فتره طويله متخيلين انها رقم واحد. تمام. شركه كبيره جدا. فالسويد قررت انها تعمل دراسه كحكومه على اخر 10 سنين زراعات، عشان هي متخيله ايه؟ متخيله ان الشركه بتاعتها اللي هي رقم واحد في العالم هي اللي هتطلع رقم واحد في النتائج. بتعمل الاجراءات وهي مرتاحه جدا، ويعني وسعيده وكده. تقوم تطلع النتيجه ان في شركه تانية هي رقم واحد فعليا بالعلم، مش بالبروباجندا، مش بالكلام. نتيجه ايه؟ بيزد ايفيدنس على ايه؟ على نتائج السنين اللي فاتت، ان الشركه دي هي اللي بتطلع الزرعه رقم واحد في العالم، مش الشركه بتاعتها. فبالتالي يبقى السيرفي ده او الدراسه دي اقرب انك تصدقها، لان اللي عاملها منافس. يعني لما اكون انا بنافس حضرتك واعمل انا دراسه اطلعك انت الاحسن مني، اكيد ما عنديش مصلحه. يعني اكيد هنا الدراسه هنا اكيد. فتبعها حوالي 56 دراسه تانية عالميه، الناس طبعا استغربت جدا او بدا يدرسوا. تبعها 56 دراسه تانية عالميه اثبتت ان الزرعه اللي انا هتكلم عليها النهارده هي رقم واحد. عشان بس نقرب الناس الصوره، زي ما مرسيدس تعمل دراسه تطلع ان بي ام احسن عربيه في العالم مثلا. دي حقيقه مثلا؟ لا مش حقيقه. مش حقيقيه مثلا. يعني لو قلنا ان دول عملوا كده وطلعت النتيجه دي، اكيد هتصدق. تمام. طيب احنا النهارده هنتكلم على ايه بقى؟ على زرعه. احنا طول عمرنا بنتكلم في الزراعات على ان احسن حاجه موجوده في الزرع حاجه اسمها تيتانيوم تايب 4. تمام. واحنا فعلا عارفين التيتانيوم تايب 4 ده نتائجه هايله جدا، وبتوصل ل 95% نسبه النجاح. طيب الشركة دي بقى قامت مطورة حاجة، وهنا أنا هقول الاسم العلمي بتاعها علشان الناس بعد كده لما يروح للدكتور يقولوا حاجة، أنا عايز الحالة تسأل الدكتور. أنت من حقك كحالة تطمن للدكتور وتعرف هو عارف ولا لأ، لازم تسأله. تروح حاجة، طب هي المادة اللي مصنوع منها الزرعة دي إيه؟ الزرعة رقم واحد في العالم، وأحدث زرعة في العالم مصنوعة مادة اسمها روك سوليد. يعني نجيب ورقة وقلم ونكتب كده اسم المادة إيه؟ روك سوليد، صلابة الصخر، ده الترجمه بتاعتها. تمام. طيب روك سوليد دي ايه فايدتها، او ايه الحدث اللي مش طبيعي فيها؟ ده تيتانيوم. دي الوي، والوي بالعربي يعني سبيكه. السبيكه دي معموله من تيتانيوم وزيركونيوم، مش تيتانيوم بس. دي اللي خلت في انوفيشن، او في حاجه نقله في عالم الزراعه، ان هو قدر يعمل سبيكه فيها تيتانيوم وفيها زيركونيوم مع بعض. فادتنا في ايه؟ ما هو لازم لما اكون عايز اعمل حاجه، انا مش بعمل حاجاتها بهازرد عشان اعمل حاجه جديده وخلاص يقول يا جماعه انا عملت زيركونيا على تيتانيوم. لا، انا عملتها لسبب، انا عملتها عشان خاطر اقول ان انا الزرعه بتاعتي دي عندها تنسايل سترينث او الميكانيكال بروبرتيز او القوه الفيزيائيه بتاعتها اقوى بكتير من اي زرعه ثانيه. يعني معظم الزراعات بيوصل التنسايل سترينث بتاعها ل 400 ميجا باسكال،
دي بنوصل. وانا بقول ارقام دقيقه عشان اللي يخش ما دايما انا بدعو الناس ليه ما تصدقش الدكتور، اعتبر الدكتور اللي بيطلع يتكلم ديك معلومه. حضرتك خد المعلومه ودور، خد المعلومه وتاكد. احنا معظم الزراعات الكومبريسيف سترينث التنسال سترينث بتاعها 400 ميجا باسكال زي ما احنا شايفين. هنا احنا عايزين نقول ان احنا حتى لما بنكبر الزرعه هنشوف السيرفيس بتاعها. الناس دي متقدمين لدرجه ان هم بيشتغلوا على مستوى الذره، على مستوى النانو تكنولوجي. ده اللي يخلي الزرعه دي مختلفه عن اي حاجه. انت قدرت تعمل كومباينيشن ما بين زيركونيوم وما بين تيتانيوم، رفعت القوه بتاعت الزرعه دي ل 960 ميجا باسكال، وما فيش زرعه القوه بتاعتها 960 ميجا باسكال. طب ده يفيدنا في ايه؟ يفيدنا ان في حالات ما بيبقاش عندي عظم كفايه، وفي حالات بيبقى صعب ان انا احط فيها عظم، وفي حالات احنا اتفقنا ان اي حاله هنقدر نحط لها ان شاء الله عظم وهننقلها من اللا قدره على الزرع للقدره على الزرع بس باجراءات. طيب لو في حالات مش عايزه تخش جو ثرو الاجراءات الكتير دي، او انا اقدر اوفر للحاله اجراءات اكتر ما اعملش عليه حمل، الزرعة هنا اقدر احطها بسماكة 3.3 ملي وتديني نفس القوة اللي ممكن احطها لزرعة 6 ملي. يبقى انا هنا عملت ايه؟ حطيت زرعة اصغر، فما عملتش انفيجن، ما عملتش منطقة هيك. لما يكون عندك عظم عرضه مثلا 7 ملي، لو جيت تحط فيه زرعة 5 ملي، فانت بقى عندك من هنا جزء رقيق ومن هنا جزء رقيق، قابل جدا ان العظم ده يحصل له مشكلة. طب لما تحط 3.3 وانت واثق 100% ان انت واخد نفس الفورس بتاعت الزرعه الاكبر، هنا احنا جايبين دراسه. خلينا دايما نتكلم بدراسات وبعلم. معظم الزراعات زي ما قلنا بتوصل السترينث بتاعها دي الهيلنج بتاعنا ديجري. بص الالتئام بتاع الزرعه وصل لفين؟ وصل للدرجه بتاعته لقد ايه؟ مهم قوي لما اتعمل دراسه عشان يشوفوا نسبة الفيلير. وانا بحب برضو كدكتور ابقى بتكلم، احنا قلنا نسبة نجاح الزراعات كام في المية؟ 95%. طيب ال 5% النسبة القليلة قوي، على فكرة نسبة نجاح زراعة 95% دي نسبة كبيرة جدا 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 في أي عملية في العالم وفي أي عملية في طب الأسنان أصلا. طب 95% نسبة نجاح، طب نسبة الفشل البسيطة قوي دي بتيجي من إيه؟ بتيجي في فترة ما بين الأسبوع بعد الأسبوع الثاني للأسبوع الرابع، بيبقى عندي دي اسمها كريتيكال ستيج او مرحله حرجه، دي اللي معظم الزراعات بيحصل فيها مشكله. وجدوا ان الزرعه هنا نسبه التئامها او الهيلينج كاباسيتي بتاعتها سريعه جدا 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 في الفتره دي، فبتديك سرعه في الالتئام فبتعدي مرحله الخطر بسرعه. ليه هي بتعدي برضو عشان نبقى عارفين؟ معالجه السطح، الصوره اللي احنا جبناها في الاخر دي معالجه السطح للزرعه الروك سوليد متعالجه بانهي طريقه؟ اول حاجه احنا السطح الزرع بنعرضه لحاجه اسمها ساند بلاستنج عامه، او تخشين برمل اسمه ترميل يعني، تمام؟ طيب لما انا اقدر، لما يكون عندي مثلا 100,000 فتحه صغيره جدا، احنا السطح بتاعنا لازم يبقى فيه بورز او فتحات صغيره قوي عشان الخليه العظميه تخش، الاوستيوبلاست تخش جواه. لما يبقى عندي 100,000 فتحه، ال 100,000 فتحه فيهم 10,000 على قد الخليه، تمام؟ يبقى في 10,000 دخلوا في المية. طب لما يبقى عندي 95,000 فتحة من ال 100,000 فتحة على قد الخلية، يبقى أنا عندي كام خلية قدرت تخش وتمسك في سطح الزرعة؟ أكتر بكتير. ده الفرق، إن أنت قدرت على مستوى تحضير السطح إن أنت تعمل حاجة مظبوطة بالظبط. ما أنا ممكن أعمل زي ما تحكي أعمل 100,000 فتحة بس فيهم 10,000 اللي مناسبين، لا أنا عامل 100,000 فيهم 95,000، فده فرق كبير جدا. خلي الخلية العظمية تخش في مكانها مرتاحة فتمسك أسرع. بعد كده كمان السطح نفسه معالج بطريقة اسمها هيدروفيليك، يعني بيحب السوائل، فلما بيحب السوائل يبدأ الدم واللي موجود في العظم يبدأ يلاقي مكان أسهل، ما يبقاش في حاجة بتبعده فيمسك أسرع. يبقى أنا هنا عملت زرعة فيها حاجتين مهمين قوي، قوة تخليني احطها بمساحات او باحجام قليله لوجود الزركونيا قويه جدا، لوجود الزركونيا فيها، والطريقه معينه في تعاملها بتتعمل. هم اول شركه استخدموا الزركونيوم بكولد تكنيك، يعني بيعملوا الالوي على البارد، وده الجديد. لا بالراحه، ما هو الالوي او السبيكه
دايما السبائك بتعمل ايه؟ بتسخن معادن مع بعض بنسب معينه عشان تطلع سبيكة. الشركه هنا من الاساس قبل حتى ما تستعمل الروك سوليد بتعمل الالوي بتاعها على البارد، فبيديله سترينث اعلى. دي تكنولوجي، يعني تكنولوجي عاليه قوي وسبيسيفيك قوي، مش شرط يعني الناس تعرف بس ان الشركه بتشتغل على تكنولوجي مش موجوده، حاجه جديده خالص. تمام. طيب انا دلوقتي قدرت اعمل زرعه، احدث زرعه في العالم، قدرت اعملها اصغر وقدرت اخليها تمسك اسرع، يبقى انا عندي هنا هيلينج اسرع، يبقى عندي نسبه نجاح اعلى. ودي الحقيقه، ان الحكومه السويديه لما عملت السيرفي اكتشفت ان نسبه نجاح الزرعه ضعف اقرب شركه ليها، و 56 مره على المستوى البعيد بقى الشركات التانية. فهنا وده مش معناه ان الشركات التانية وحشه خالص، معناه ان انت حضرتك زي ما انت قلت النهارده كان في بي ام ومرسيدس، دول عربيات غاليه وعظيمه وبنعمل بيهم ومحترمين جدا، بس في عربيات فيرون، في بوجاتي، ما اقدرش اقول ان المرسيدس وحشه، مرسيدس عظيمه وعربيه بتقضي الغرض ل 95% من ونسبه نجاح عاليه جدا. الزرعات الثانيه زرعات محترمه وبتدينا نسب نجاح 95% لو هي زرعات ايه؟ ستاندرد. زرعات معديه الاف دي اي، معديه اليوروب ستاندرد. في الحاله دي انت بتتعامل مع زرعات محترمه نسبه نجاح 95%. انا بتكلم في ليفل اعلى، في تكنولوجي اعلى، حد عايز اخر حاجه. بما ان احنا مركز بندور على دايما الاحدث، وبما ان احنا بنحاول دايما يبقى لنا مركز في الصداره في الشرق الاوسط والعالم في الزراعه، فكان لازم يتواجد عندنا الزرعه رقم واحد في العالم. طيب الناس اللي رايحه تزرع دلوقتي، اللي عنده سنه مفقوده، فهم ضمنيا انه لا لازم يزرع عشان خاطر وجهه وعضلاته مبنيه على هذه السنه، ففقد سنه معناها ترهل العضلات وترهل الوجه وظهور السن بشكل ابكر وشكل اسرع. تمام. فهم انه فكره زرعه فيها تيتانيوم، وهي الماده المعروفه لاي حد، واضافه لها بشكل في من الهندسه الرائعه جدا ان احنا نحط زركونيا كمان، اعضى التيتانيوم ميزتين كبيرتين في رايي. الميزه الاولى هي ميزه الصلابه. تمام. ان انا اقدر احط الزرعه وانا متاكد ان انا مهما كسرت عليها من مكسرات، كلت عليها بندق، كلت عليها لوز، فتحت بيها ابواب، فتحت بيها يعني غطى علبه مش عارف ايه، مياه غازيه، كل ده اقدر اعمله باسناني كويس. وفهمت انه التكنولوجيا دي كلها كمان بتعمل حاجه مهمه قوي اسمها وجود العظم وترسيبه بسرعه شديده جدا، التعظم، يعني وجود العظم بشكل سريع جدا على الزرعه، لان هو ده الفيلير ريت، صح؟ بالظبط. يا بكمون بقى هنا سؤال مهم، هو اساسا فشل الزرعه كان بيحصل نتيجه بس ان العظم ما جاش، ولا نتيجه كمان انها ما تركبتش بالشكل الصح؟ حلو قوي. حضرتك دلوقتي معاك احدث زرعه في العالم، مش كده اهي، معاك اهي في ايدك. حضرتك لو حطيت الزرعه دي بره العظم خالص، ربنا يكرمك، هتمسك في حاجه؟ هتمسك في السماء. ودي كيسز كتير شفناها. حضرتك لازم تكون مدرب كويس جدا علشان خاطر تعرف تحط الزرعه في مكانها. انت عندك دلوقتي قلنا ان احنا قدرنا نوصل ان الزرعه سمكها 3.3 مللي، ينفع احطها بقى في عظم 2.1 مللي؟ لا، ما هتبقى براه. تمام. ينفع يبقى عندي عظم 8 مللي واقوم حاططها على حرف الزرع، على حرف العظم؟ ينفع احطها بميل غير سليم، فلما يجي الفورس ينزل عليها بقى انا بعرضها، هي عظيمه جدا، بس ينفع اعرض الزرع لفورسز هي مش مخلوقه علشان القوه مش مخلوقه، عشان نتيجه ان انا حطيتها بوضع مش مظبوط. فهنا مهم جدا انك تكون مدرب كويس جدا، عامل خطه علاجيه كويسه قوي عشان تزرع. هنا حاجه مهمه جدا كمان في الزرع، الزرعه بتاعتنا بتعتمد في الكونكشن او في الرابط بتاعها الجزء الداخلي للجزء الخارجي حاجه اسمها كونيكال كونكشن. كونيكال كونكشن اقول لك اهو، يعني الكونكشن ده او الجزء الخارجي بيخش جوه الزرعه وبيحصل له تيبرنج، يعني بيخش وبيصغر بيصغر. هنشوف الرسمه بتاعته، دلوقتي هنوضح رسمي. اهو كونيكال يعني رفيع، اهو نازل عامل زي القمع، قمعي بالعربي كده. تمام. طيب ايه فايده ان الزرعه يبقى الكونكشن بتاع الجزء الخارجي
والداخلي بتاعها كونيكال. الكونيكال ده بيقلل الحركه بين الجزء الخارجي والجزء الداخلي على يعني بيخلي اقل حركه ممكن. طب لما الحركه تبقى قليله قوي يديني حاجتين، يديني ستابيليتي، يديني ثبات للزرع. تاني حاجه لما يبقى ما فيش حركه فانا ما فيش بواقي اكل ولا بكتيريا هتقدر تخش بين الزرعه وبين الجزء الخارجي والجزء الداخلي. مفيش لا لا بالظبط كده. لا لا هو هيجيب لك دلوقتي الحركه الاكل لما بيبدا يتحط. هتلاقي ان الزرعه اللي ما فيهاش كونيكال كونكشن معرضه الى حد ما. بص هنا واحنا بناكل هتلاقي الزرعه بقى اللي ما فيهاش كونيكال كونكشن بص بتتحرك ازاي. بص تعمل الريتيشن للسوفت تيشو او للانسجه اللي حوالين، يعني تعمل التهابات للانسجه اللي حوالين الزرعه وتبدا البواقي الاكل والبكتيريا تتواجد في المنطقه دي، تعمل لنا روائح مش مستحبه وتعمل لنا التهابات. والالتهابات واحنا عارفين ان العظم ما بيحبش الالتهاب، الالتهاب يبدا ياكل في العظم. فعلشان كده احنا حتى من قبل الزرع دايما لا لا يا جماعه ده بسبب انه الحته الخارجيه ما دخلتش جوه الحته الداخليه بشكل مش مقفله كويس، فبدا يعمل لنا تاكل في النسيج اللي حوالين الزرع. لكن الكونيكال كونكشن بتقلل الحركه جدا 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 جدا، تزود الاستابيليتي وبالتالي بتزود عمر الزرع. يبقى مش معنى كده بس ان انا اكون عندي الزرعه رقم واحد، يكون عندي الزرعه رقم واحد وعارف فوائد الزرعه رقم واحد وبتعامل كمان الجزء الخارجي بتاعها بانه طريقه كونيكال كونكشن بتقلل لي الحركه فبتديني كمان عمر اكتر للزرعه بتاعتي. يعني احنا نتمنى ان الزرعه تقعد العمر كله تبقى لايف تايم تريتمنت، وده اللي احنا بنسعى له. بنسعى له انا والحاله. انا بديله احسن حاجه، بديله احسن زرعه، بعمل له احسن بلان زي ما احنا هنشوف دلوقتي. انت زي ما حضرتك دلوقتي قلت لي ايه، طب انت معاك الزرعه رقم واحد في العالم تمام وخدتها، بس ما عنديش 3 دي، ما بعرفش اقرا ال 3 دي، ما بعرفش اعمل بلاننج. هنا انا جبت الزرعه حطيت الزرعه في المكان الفاضي وببدا اشوفها. انت عارف ان انت لو حطيتها بالمنظر الاولاني ده انت بره العظم، شفت اللفه بقى اللي احنا بنلفها دي، انت كده بتدخلها جوه العظم بالظبط. لكن لو انت حطيتها اول حطه، يعني حطيت الزرعه في المكان اللي انت حاطه في الاول من غير ما تكمل، انت حطيتها في بارلل او في مقابل مكان الزرعه الحقيقي بس بره، هتبقى محطوطه في اللسه عمرها ما هتمسك. وهو زي ما بيقول بص انت لو ما عندكش التولز، ما عندكش الادوات وما بتعرفش تعمل معاها ومعاك افضل زرعه في العالم، انت هتعمل ايه بافضل زرعه؟ ولو عندك التولز وعندك الـ الادوات وعندك الزرعه وما بتعرفش تعمل بلان برضه مش تعمل حاجه. لا يعني فعلا. يعني لازم يبقى عندك حاجه اسمها الخطه العلاجيه، ودي اهم حاجه في اي حاجه. الخطه العلاجيه في الزراعه او في التجميل هي سبب النجاح الرئيسي، او نقول عليه ال 95% من نجاح الحاله مبني على الخطه العلاجيه. دراسه كثافه العظم، دراسه المسافه اللي متاحه ليك، دراسه العظم اللي متبقي، فهتحط زرعه في انهي بانهي ميل، وهتحط لها ابطمنت يعدلها قد ايه، والاحمال اللي نازله عليها. الابطمنت اللي هو الجزء الخارجي، الجزء الخارجي. الداخلي هو اللي بنحط الزرعه والجزء الخارجي الابطمنت اللي هنركب عليه التركيبه السن الخارجيه. تمام. عملت البلان بتاعتك، دي حاجه اسمها بقى ايه ديجيتالي، يعني انا خلاص خدت البلان. طب انا البلان اللي عملتها دي الدرجات اللي فيها دي، انا عامل دلوقتي ان انا هخش جوه العظم بدرجه 18 ميل. هل وانا ماسك العظم بايدي هقدر اظبط ال 18 ميل دي بالملي؟ لا، عندنا جايبين 3 دي برينتر، او ده احدث حاجه تكنولوجي في العالم. بنجيب برينتر بتطبع الجزء اللي انا هظبط بيه، ده اسمه سيرجيكال جايد، يعني او موجه للزرعات واحنا شغالين، بنطبعها بالكمبيوتر باكوريت 20 مايكرون، تحطها في المكان بتاعك، هي موجهاك حاجه ما تفكرش. خلاص انت اتعب قوي، اتعب قوي قبل ما تشتغل، تتعب قوي قبل ما تشتغل، وانت بتشتغل تشتغل وانت اقولها لك بالعربي كده وانت مغمض، مغمض في النتيجة ومغمض في الشغل نفسه، لأن أنت تعبت وأنت قبل ما تبدأ. عملت بلان، عملت سيرجيكال جايد، فبقيت عارف أنا داخل منين ودرجة الميل بتاعي إيه، فأنا مش محتاج إن أنا أو أنا شغال عمال أفتح وبص لا ده كده ده ممكن يحصل لي مشكلة هنا. لا، أنت شغال من الأول عامل بلان سليمة، ووصلت من البلان السليمة بتاعتك لإنك حطيت الزرعة في مكانها السليم وتمام. بص اقول لك على حاجه، قول لي حاجه. اللي معاه زرعه يعني احدث زرعه في العالم ما بعرفش يزرع يعلقها في النجفه بس كده.
هتبقى حلوه ده اللمبه وهتنور هتنور. ايه ده بقى يا سيدي؟ ده دلوقتي احنا دلوقتي عندنا برضو احدث زرعه في العالم، تمام، وجينا حطيناها، بس جات لنا كيس واحنا بنحط لها الزرعه عندها تاكل شديد في العظم وفي اللسان، تمام. طيب هنعمل له ايه؟ هنيجي نعمل له سنه، لو مش احنا دكاتره التجميل، هاجي اعمل له سنه، هو عنده العظم متاكل اهو، هعمل له سنه طولها 16 مللي؟ ما ينفعش. ما ينفعش. يبقى هنا اعمل ايه؟ هنا اقوم عامل حاجه اسمها هايبريد بريدج او هايبريد بروثيزيس، تركيبه هايبريد. يعني هايبريد يعني ايه؟ بنسميها ايه؟ ميكسد، او فيها جزء مركبه تركيبه مركبه تمام. تعود لي ايه اللي سميناها مركبه؟ تعود اللسه، تدي شكل اللسه، هي مش تعوض. دكتور عظيم. ليه بس تصدق انها باينه كانها لسه فعلا؟ بس ما هو حضرتك الرسمه اللي لما تعمل بالكمبيوتر انت ناحت شكل اللسه بالظبط. على فكره احنا لو نزلنا شفايفه وشفت شكل السنه وهي خارجه من الشكل اللسه، بص اللسه واخده تعريجه اللسه، واخده البابيلا، واخده الحرف الرفيع بتاعها. يبقى انا هنا عوضت لك ايه؟ لان انا انت كيس مش قادر اكبر لك الزرعه، مش قادر اكبر لك العظم، مش قادر اعوض لك اللسه. هنا انا بعوض لك شكل اللسه بتاعتك، بس حاطط لك زرعه تشيل الكلام ده، لان انا هنا عندي زرعه وده مهم قوي، عندي التركيبه دي طويله، فبالتالي اللود الحمل الفالكرم طويل، ودي مشكله كبيره الناس ما تاخدش بالها منها. دكتور يوم حاطط زرعه 8 مللي ومركب عليها تركيبه طولها 16 مللي، طب حضرتك التوقم يعني التلاؤم بينهم ايه؟ الاحمال متوزعه ايه؟ يبقى هنا لازم تكون زرعه انت مطمن لها، عشان لما تحط الزرعه الكبير التركيبه دي اللي معوضه لك الكلام ده تبقى عارف انها ان شاء الله هتعيش. دي حالات قبل وبعد. دي حالات قبل وبعد. دي بالروكسوليت. دي بالروكسوليت زي ما انت شايف ده الـ حتى باين الاوباسيتي بتاعته عاليه قوي. هنا التعامل معاه، انت هنا في منطقه ايثاتيك زون. ايثاتيك زون يعني منطقه جماليه. حضرتك انا لو وريتك الصوره اللي تحت على الشمال لوحدها وقلت لحضرتك طلع لي السنه اللي اتزرعت، يعني متهيألي 100 واحد مش مفيش واحد هيطلع الجزء اللي اتزرع. انت في الجزء ده انت محتاج تبقى متاكد ان شكل السنه هيبقى ماشي او الزرعه الشكل النهائي، لان لما بتزرع في الايثاتيك زون انت مطلوب منك حاجتين. مطلوب منك انك تعوض الفانكشن او الوظيفه والشكل. فهنا لازم تكون عامل حسابك ان يكون الجزء الخارجي للزرعه مثلا زيركونيا علشان خاطر ما يدينيش الدلنس بتاع الابطمنت التيتانيوم. يبقى هنا كل منطقه بتعامل معاها بناء على احتياجاتي وبناء عن احتياجات الحاله. في النهايه هل ترى انه عالم الزراعه سيتوقف عند هذا الشيء؟ طبعا لا. انا اقول لحضرتك على حاجه، احنا في حلقات هنعملها وان شاء الله احنا مع بعض، يمكن بعد 10 سنين، بعد 5 سنين، هنتكلم عن زراعه السنه. مش كده، هنتكلم عن زراعه السنه بالستيم سيلز لما الريسيرشز العالميه تخلص وتبقى حاجه موثقه. الناس بتشتغل دلوقتي على ان الزراعه ما تبقاش كده. الزراعه يحط لك ستيم سيلز تطلع لك السنه اللي ربنا خلقها لك بقى، وده هيجي يوم من الايام. شوف احنا 2016، افكرك احنا في 2016 يبقى في برنامج بينا، اقول لك افتكر ان احنا سنه 2016 سالت السؤال ده، قلت لك لا في حاجه هتحصل بعيد ان شاء الله او قريب هيبقى فيها السنه هتتزرع فعلا كانها زرع حقيقي. لا انا لو عشت الوقت ده هكون في جزر البهاما. خدني معاك. خدني قاعد كده ومعايا العصير بتاعي، كوبايه العصير. بس ما تنسانيش لا لا انت هتلاقيني جنبك في البهاما اللي جنبك. في النهايه الزراعه هي علم مهم جدا، وزي ما انا قلت يميز الاسنان. على فكره الطب كله دلوقتي بيتميز، حتى في الطب البشري، ادويه، شركات عملاقه بتطور الدواء، مناظير، شركات عملاقه بتطور المناظير. الطب ميزته الان انه وراه شركات عملاقه بتبوش بشكل كبير جدا وبتحدث بالنسبه لمحتاجات او احتياجات الاطباء واحتياجات المرضى بشكل كبير. عالم الاسنان اعتقد انه الزراعه لن تتوقف، ولذلك احنا أبداً. كل اسبوع النهارده روكسوليد اول مره نتكلم عنها. هيبقى عندي امل بعد كده ان انا اتكلم على الزراعه بالتفصيل، الناس اللي عندها فعلا لسه متاكله بالشكل دوت ومش فاهمين هيعملوا زراعه ازاي، ده يقول لك ده انا بقي خلاص اتاكل.
هل هيرجع وشهم هيرجع تاني كما لو كان؟ ده هنفهمه في اللقاءات الجاية إن شاء الله. كل شكر وتقدير للضيف العزيز القيمة العلمية المتميزة الأستاذ الدكتور نور الدين مصطفى، طبعا أخصائي تجميل الأسنان والتركيبات الثابتة، عضو جمعية الدولية لزراعة الأسنان بجامعة نيويورك، ورئيس مجلس إدارة مركز وايتي الشهير. حوار مثير وعنيف، ولكن في النهاية في علم كتير لكن في متعة أكبر، وما فيش أهم من سن أنك تهتم بيها. وزي ما أنا قلت دايما بقول، اللي عنده زرعة ومش عارف يشتغل عليها وما عندوش الأدوات يعلقها نجفة، يعلقها في النجفة في البيت، دي هتبقى حلوة قوي قوي، مالها ميدالية حلوة جدا. خليكم معانا، ما تروحش في حتة تانية. إلى اللقاء.